كيفية تعتبر العلف من بين الحويجات اللي تينجحوا ولا تيفشلوا مشروع ديال إنتاج الحليب. فالتغذية السليمة هي اللي تتخلي البقرة واقفة على الصح، تتحلب مزيان، وملي تتولد تتولي توقف بالزربة وتتشد دغيا. وهذا العلف بصفة عامة كيتقسم لربعة ديال القسميات. الحاجة الأولى هي الماء، واللي خاص يكون ديما نقي وما مخلوطش وما ضارباش فيه الشمس، ويعني في موضع مظلل وبطبيعة الحال موجود بكمية كافية وعلى طول النهار، باش وقتاش ما حسات البهيمة بالعطش تلقى الماء موجود حداها. الحاجة الثانية هي الطاقة، بمعنى الماكلة اللي كتعطي الجهد للبقرة، وهاد الطاقة كتجي من جوج ديال الأنواع ديال العلف. النوع الأول كيتسمى العلف الخشن، بحال التبن والفصة والربيع والونسيلاج، يعني كاع داكشي اللي كيخلي البهيمة تجر. والنوع الثاني كيتسمى العلف المركز، بحال الحبوب والشعير والذرة والخرطال. والحاجة الثالثة من الماكلة هما البروتينات، واللي كيعطيو للبقرة اللحم والعضلة، وكيهزوا من قيمة الحليب باش يولي من النوع الممتاز وجودة رفيعة، بمعنى بتركيز بروتيني كبير وعالي. وهاد البروتينات كيجيونا من التفل ديال الزيوت بحال نوار الشمس والصوجة، وكيجيو كذلك من البقوليات بحال الجلبانة والفول. الحاجة الأخيرة اللي كتحتاجها البقرة هي الأملاح المعدنية والفيتامينات، واللي ضروري نعطوهم للبقرة كمكملات باش ما يبانوش فيها أعراض ديال النقص في العناصر المعدنية. من بعد ما عرفنا شنو هما أنواع العلف اللي كتحتاج البقرة ديال الحليب، خاص ولا بد نعرفوا كذلك باللي كل بقرة عندها احتياجات من العلف كتختلف على حسب العمر ومرحلة الإنتاج. إيوا دابا نركزوا مزيان واجي ونشوفوا شنو هما هاد الاحتياجات. في حياة البقرة ديال الحليب خاص نفرقوا بين ربعة ديال الاحتياجات، واللي كتربط أساساً بربعة ديال الفترات مهمة. كاين أولاً احتياجات النمو، يعني ملي كتكون البقرة باقا عجلة صغيرة فتيخصها العلف اللي غادي يخليها تكبر وتولي ضروبة واجدة للضربة الأولى. كاين احتياجات ديال الصيانة اللي تيخليو البقرة بصحة جيدة ما تطيحش من الوزن ديالها. كاين احتياجات الحمل وكثرة الشي في الشهر الثامن والتاسع من الحمل، بحيث أن البقرة في هذه المرحلة تتوكل الجنين اللي في كرشها وكتوفر ليه داك الشي كاع اللي خاصو. وكاين عندنا كذلك احتياجات الإنتاج، يعني بعد الولادة باش البقرة تنتج وتعطينا الحليب. في الفيديو الجاي غادي نتعرفوا جميع بالتفصيل على شنو هي أحسن الطرق اللي ممكن نتبعوها في العلف في كل مرحلة، وعلى حساب من الاحتياجات باش تكون عندنا بقرة صحيحة وحليب رفيع وبكمية كبيرة، ونقتصدوا في الماكلة لأنها هي الساروت باش يكون عندنا مشروع مربح ومستدام. دوزوا بخير.